só ver tudo. الله يرحم لكم الوالدين، الله يجازيكم بخير. انا هذا السيد هذا راه كيقطع عليا في قلبي، الشتا فيه البرد فيه، واش حنا ماشي مسلمين؟ وإلا جات على خاطركم ديروا لهذا الراجل شي حل، الله يطول لكم العمر، الله يرحم لكم الوالدين. حنا في ديورنا ومهلوكين، هو راه كينعس في الزنقه، تطيح طاحت عليه هذا الشتا كلها اللي دازت طاحت على هذا السيد. الله يرحم لكم الوالدين الا ما تشوفوا مع هذا السيد، الله يرحم لكم الوالدين. الماكله كنعطوه ولكن ما عندنا فين نحطوه، تطيح عليه الشتا البرد. جابنا بوجيه ب 6 دريال مسكين، تسند. الله يجازيكم بخير، الله يرحم لكم الوالدين. دكتور دكتور في فرماسي دكتور كان مسكين، كان دكتور صيدلي ورغم الظروف ديالو كان خدام فرماسيان، كان كيعيش تشرد. شحال تقريبا هو هنا دابا؟ هو اكثر شي 10 سنين هو كينعس هنا، ما كاين اللي يسول فيه. واكثر كاع قبل ما يموت لي انا الراجل، راجل مات 6 سنين. كيوسني الشيف زرت مارت هذا واحد الكورت سكرت الشيف دابا يفادني. ها زيدي كل كاع 10 سنين هادي كنزيد يومين. شوف راه غيدوك يديروا لك الدواء ويتهلاو فيك وتاكل نعس مزيان، تاكل مزيان. هذا خطيت كتدوي دريت كل ما يمرض نقيت السخانه. سير حاسك يا دو لي بران. يلا اش بغيت تقول لهم دابا؟ اشوف اش بغيت تقول لهم دابا؟ قال لك واحد الحاجه، قال لك لافيس تنسيك مون فيغ ميديكو خت بنان كيدير ساعه دافيغ يدير باغ، قال لك بو كي باغ انا مو باش كيهز دو لوموند هذا ستان بروفيسور قال لي فون بيري شتيقل قلت له يقول شيخ انت لصريس بمصطو ماركاسا كاين كريتو كاين مدريد كاين بيرانو قال لي سي بار اسبانيو قلت له ما قدرك اسبانيو قلت له سبيغ نديرش فايرنس قلت له اش كاين اختاوزا شلافو قلت له بسمول قال قلت له خمسه د اللغات اما كيقدر حتى يتمشى هو كاع واللغه تاع بلادي واللغه تاع مازيغ حتى شي حيط تاع مازيغ تاع مازيغ واد الدائره ماشي كنشوفوا اول واحد هنايا في منطقه بن سرقه ولا اكادير عامه كيعيش بحال هاد الحاله هادي بحال هاد السيد هذا مسكين راه ديما كندوزو لا في الشتا لا في جميع الفصول كنلقاوه مسكين ناعس سيو تطيح عليه الشتا تطيح عليه البرد اي جو كيدوز فهاد اكادير كيطيح عليه هو مسكين. هاد السيدة اللي سميتها الشعيبية ولدها سليمان مسكين واحد الدري اللي هو باقي ملائكة وباقي باري، هاد السيدة 15 ملي كانت تنعس بالزنقة هنا، هي كانت ساكنة عند شي ناس هنا، وماشي جراو عليها حتى هما مساكن الحالة المادية ديالهم ضعيفة وباو دارهم وجراو عليها، المهم السيدة بينا نكريو ليها، وكرينا ليها ول البارح ديناها، ولكن المشكل عندها من السيدة مريضة، خصها طبيب ديال الامراض، ماشي مريضه بالعقل وكتعرف اش كتقول وكدوي وكلشي مسكينه، هي عندها شي صراع داخلي فهمتي، كنوصل 12 ديال الليل كتبقى كتغوت، مي انا هضرت معها وهذا مسكين عندها كاين الحاله ديالها، قالت لي يا ودي راه هي كتشرب واحد جوج ديال الادويه فهمتي، وانا مشيت عند الطبيبه واحد الطبيبه انا بدون ذكر الاسم، قالت لي ودي ما نقدرش نتكلف بها وما عطيهاش التريتمون لان صعيب عليها الحال فهمتي، ما داك التريتمون خصني نبقى عطيها التريتمون في الوقت ديالو. المهم دابا حنا هادشي كلشي ماشي مشكل، حنا غنتكلفو بالتريتمون فهمتي، حنا نخصو واحد ساعة بالليل مع داك الدواء كيكون تقريبا غير الليل اللي عطيت الدواء ديال المخدرات، أنا نبقى نتكلف لها بالتريتمون، خص دابا المحسنين اللي تعاونوا معنا غدا إن شاء الله غنديها لسونتر دسونتي، بغيت غير مشيت فهمتي غير الفرملية وهادي يستقبلني واحد الاستقبال ويعطيني الوقت بعد أنا عندي وليداتي وعندي خدمتي ونضيع حسن العوام فهمتي، كنتقاتلو مع الظروف تاع حنا وما بغيناش هاد الحالة تضيع فهمتي وسهلة والله إلا سهلة بالله شوية ديال الخطر شوية ديال الصبر كلشي كيفوت فهمتي كلشي كيتكال كلشي كيمشي مع الطويط راه كيبقى غير مزيان والأجر راه دارو بنان بحال البوفري مسكينة والله أنا نعس وسط البيت النعاس وهذا وكنترعد ونلوح المازا ونلوح الكوفرلي ونلوح هي مسكينة هي ولدها كتبات الليل كاملة فايقة وبالنهار بقى نعسة في الشميشة تعمر حالتها مسكينة شوية بالسخونية وانتم كنطلب من القلوب الرحيمة تي ماشي شي مجهود شي حاجة ديال الملاير ولا والو مسألة ديال الطبيب ديال الدولة مازال فابور بغينا غير لو جيل اللي وقف الدواء فابور وحنا مكلفين نكريو ليها إذا المشكل عندنا حنا ماشي الكرام ماشي بغينا السيدة ديال غدا السبيطار يستقبلوني وشوفوا الحالة ديالها راسها راه خمج ليها من هنا راه بدا كيبرو كنشوفوا داكشي شناهو وينقيو عليها لأن بنت المغرب أنت مغربية أنت مواطنة حاملة البطاقة الوطنية أنت كتقول عاش الملك وعاش الوطن أنت راه عيب أصاحبي 2021 أصاحبي باقي هاد الحالة هادي راه لا إله إلا الله أخويا أنا القادر كيهضرني
وحنا ماشي من الضروري فهمتي شي حنا ما كاين ما بيناش الفلوس بينا غير المسؤولين الا مشينا للسبيطار غدا يتكلفوا باش هاد السيده الا وصلت 12 د الليل ما بقاش تغوت حتى 5 الصباح باش ما دخلنا هاد السكن تكري دخل مسكينه هي وليدها راه كتخرج كتطلب ربي راه مكلف بها لا كتجيب 70 درهم و 60 درهم و 80 درهم ديالها في النهار وراه ما خصها والو بخير هذا هو المشكل اللي عندها المهم كيما شفتوا دابا سمحوا لينا القطاع هذا كيما شفتوا دابا هنا المدابزه والدراري فهمتي وعند النقطه فكروني فيها مشتا الدراري مدابزي والله العظيم تبرنا لها جوج مصافيلات ومشاو ليها فهمتي الدراري صغار شباب باقي صغار حتى حنا دزنا في هذه المراحل فهمتي والفلوس ديالها كيمشيو ليها فهمتي كتصور مسكينه 70 درهم 80 درهم كيجيو براش بالليل هكذا ويشفروها اذا انا خوتي لا اله الا الله وهاد السيده مسكينه راه خصها الحل فهمتي وكان نجل القلوب الرحيمه وكان نجل المسؤولين بالضبط لان هما اللي مسؤولين على هادشي راه غدا قدام الله الله يقول لك الله شوا درتها مولاي راه تبقى تدور في عينيك اصاحبي راه البلاد راه الفلوس راه فايته راه الدنيا فايته كلشي فايت راه بحال هادشي هو اللي كيدوم بحال البوفري الشعيبيه مسكينه راه عيط عليها باها ولكن قال لها لوحي ولدك والكبده راه ما كاينش اللي قدرت تلوح ولدها ولا بنتها راه حتى حنا نحيدو لها ولدها ونصيفطوها عند والديها ها هي مسكينه لا حول ولا قوة حنا داوين يا كاع ما كاينه في هذا العالم كاع مسكينه اش مسكينه خلي ناس مسكين خلي راه اللي بيشوف راه غايشوف اللي عنده القلب رحيم بلا ما يشوف ويسمعنا قلنا الدري ماشي من الضروره اش فهمتي اللي عنده القلب راه عنده هي الشعيبيه قولي الناس شي حاجه الناس اللي حاكمين هذه البلاد الله يهديهم ما بقى ما نقول كل شيء قلتي انت